مرحبا وأهلا بكم إلى هذه النسخة الجديدة من على النت، البرنامج الذي يجعل الأخبار أكثر وضوحا. في عناوين اليوم: الشبكة تشهد على التوترات التي تعصف في البوسنة منذ نحو أسبوع، ظاهرة ميبسترز تجتاح الويب، وأربعة أمريكيين يقومون بحركات بهلوانية مذهلة. منذ نحو أسبوع احتجاجات ضخمة تجتاح البوسنة، تجمعات حاشدة غير مسبوقة تنظم في جميع أنحاء البلاد للاحتجاج ضد الحكومة المتهمة بعدم فعل أي شيء لمواجهة ارتفاع معدل البطالة والفقر في البلاد، وضع متأزم للغاية كما تؤكد شهادات المستخدمين على الشبكات الاجتماعية، من خلال استخدام الهاشتاغ بوسنيا سبرينغ للإشارة إلى ثورات الربيع العربي. العديد من رواد النت ينشرون على الشبكة وثائق تسلط الضوء على العنف الذي يعصف في البوسنة منذ عدة أيام، صور يظهر بعضها المواجهات بين المحتجين وقوات الأمن، وحتى قيام بعض المتظاهرين بمهاجمة مبان رسمية في العديد من مدن البلاد للتعبير عن سأمهم. متظاهرون يحاولون دفع قوات الأمن للانضمام إلى تحركهم. هذا هو حال هذه الشابة التي صورت يوم الأحد في سراييفو، والتي تناشد شرطة مكافحة الشغب التي انتشرت في المدينة للانضمام إلى صفوف المحتجين، شريط شهد أكثر من 21 ألف مرة منذ نشره قبل أيام. والمواطنون يلجؤون أيضاً للويب للتعبير عن مطالبهم. على صورة سكان بريجيدور، المزيد من معارضي النظام يعبرون على فيسبوك عن توقعاتهم وآمالهم المستقبلية، خصوصاً فيما يتعلق بمكافحة الفساد والإجراءات التي على الحكومة أن تتخذها للدفع قدماً باقتصاد البلاد. هن مسلمات عصريات ولا يترددن في إظهار ذلك على النت، هذا هو شعار ظاهرة ميبسترز التي أبصرت النور على الشبكة، والتي تقضي بنشر صور نساء محجبات يرتدين ثياباً ملونة ومواكبة للموضة. ظاهرة اجتاحت الشبكة منذ نشر هذا الشريط الذي يحمل اسم Somewhere in America، ويظهر شابات أمريكيات محجبات يمارسن رياضة سكيت بورد في الشوارع وهن ينتعلن كعوباً عالية ويتميلن على أنغام الموسيقى، شريط يهدف لكسر الصور النمطية التي تخلط دوماً ما بين الحجاب والقمع. النساء اللواتي تبنين هذه الظاهرة ينادين بفلسفة طليعية، لا سيما في الموضة والفن، ويستلهمن من نصوص في القرآن. هذا على كل حال ما نقرأه على الصفحة المخصصة لميبسترز على فيسبوك. والحركة لا تقتصر على النساء فقط، فالميبسترز الآن موقع تعارف حيث يمكن التعرف على نساء ورجال من العالم أجمع. فمنذ بضعة أشهر يسعى موقع هيبستر شادي كما يقول مطلقوه لتسهيل اللقاء بين أشخاص منفتحين يحبون في الوقت ذاته التعمق في التقاليد الإسلامية والحديث عن الموضة أو الفن. Free Iranian Soldiers هو الهاشتاغ الذي يستخدمه حالياً العديد من الإيرانيين على تويتر لإظهار دعمهم لخمسة جنود من الجمهورية الإسلامية اختطفوا يوم الجمعة الماضي من قبل مجموعة مسلحين قرب الحدود الباكستانية. هاشتاغ يعبر من خلاله المستخدمون عن خشيتهم على مصير العسكريين ويدعون خاطفيهم لإطلاق سراحهم الفوري. الأمريكيون يشترون قرابة 3 مليارات رغيف خبز سنوياً، إلا أن ربع هذه الكمية ترمى في القمامة بحسب هذا الرسم الحاسوبي الذي صممته منظمة Sustainable America، رسم يقترح 10 طرق لإعادة استخدام الخبز الذي لم يعد طازجاً، كتقطيعه وتحميصه مثلاً، أو حتى وضع قطع الخبز في الثلاجة كي تمتص الرطوبة ويتم بالتالي الحفاظ على الخضروات الطازجة.
في غضون بضعة أشهر سيغزو رجال أليون أروقة متحف تيت بريتن في لندن حين يحل الظلام. ثلاثة فنانين فازوا مؤخراً بجائزة نظمها المتحف العريق، ويقضي مشروعهم بوضع رجال أليين مزودين بأدوات تصوير وأجهزة إضاءة داخل أروقة المتحف بعد إقفال أبوابه أمام الزوار. مشروع يحمل اسم After Dark وقد يبصر النور قبل الصيف المقبل. في هذا الشريط يقدم هؤلاء الأمريكيون الأربعة أداء مدهشا في ألعاب الخفة. شريط يحمل عنوان Carpool Lane يظهر مهاراتهم، ويمكن اكتشافه على حساب فيميو الخاص بتوم غاسيدلن.